اليوم شوي عن العناية بالبشرة والتنظيف العميق لها. كل ست، كل صبية لازم تعمل تنظيف دوري للبشرة، نظراً للشوائب اللي الظروف السيئة اللي احنا بنتعرض لها، التلوث الخارجي، بروح ما بشيل المكياج، فطبعا اكيد البشرة بتتراكم فيها طبقات، لازم هاي احنا نشيلها. هاي واحد. اثنين، في ناس طبيعة بشرتهم دهنية فميالين انه يطلع عندهم الزيوان، ميالين انه يطلع عندهم الحبيبات البيضاء، ميالين انه تحس البشرة مش نظيفة وما إلها رونق. عشان هيك بنصح دائما انه البشرة لازم نعملها تنظيف عميق كل شهر لأربعين يوم. تمام، انا ما بنصح بالتنظيف العادي بالبخار او باستخدام الايدي. ليش؟ لانه البخار رح يساعد على، او مش رح يساعد، رح يعمل على توسيع المسامات، واستخدام اليد بإزالة الزيوان ممكن يؤدي، اذا ما انعمل بطريقة صح ممكن يؤدي لعدوى فظهور حب شباب مناطق اخرى، بنفس الوقت ممكن يعمل على اتلاف خلايا البشرة. بالعيادة هون تنظيف البشرة عندنا مختلف. ليش؟ احنا بنستخدم جهاز طبي موافق عليه من جمعية الغذاء والدواء اللي هو الهايدرافيشن، جمعية الغذاء والدواء الامريكية. هذا الجهاز بيساعد على التنظيف بس بطريقة طبية 100%. يعني المراحل رح احنا نمشي فيها بتكون مواد طبية، وبنستخدم تب معين بنحطه هون بيساعد على انه يشفط الشوائب ويزيلها بطريقة خاصة جدا، على أساس ما نضطر إنه نستخدم البخار ونستخدم الإيدين زي ما حكيت سابقا. بنمر من عدة مراحل، التنظيف البداية، بعدين إزالة الزيوان وتنظيف الإفرازات الدهنية، بنغذي البشرة بمضادات الأكسدة، فيتامينات خاصة للبشرة على أساس إنها تعطيها كمان رونق كتير حلو. بالأخير طبعا أكيد بنستخدم ماسك إشي معين على أساس إنها تهدى البشرة، بتطلع المريضة بشرتها ما فيها اي علامات ولا مبين عليها اي شيء الا انها نضره ونظيفه. دائما بيسالوني مين امتى لازم ابلش انظف بشرتي، كل قد ايه انظفها؟ كل ست بعد سن 24 سنه تجديد الخلايا ما بيتم لحاله بالسرعه اللي احنا بنكون قبل العشرينات. تمام، فانا دائما بنصح انه ابتداء من هذا العمر انه ابلش اعمل تنظيف خاص هايدرافيشن، لانه بيساعد على انه يعمل تقشير للبشره بنفس الوقت، مش بس تنظيف وبس بشيل الزيوان وبس بنظف الافرازات الدهنيه. الجلسات بفضل انها تنعمل كل 40 يوم. تمام، في ناس اللي بيكونوا عمرهم اصغر شوي بقول كل شهرين بيكون مناسب، في ناس بشرتهم بتكون كثير دهنيه او فيها كثير مشاكل فيها كثير شوائب ممكن نحكي كل 30 يوم. في نقطه كثير حابه اوضحها، انه مش ضروري يكون انا عندي مناسبه اجي قبل المناسبه، انا عروس بدي اعمل انظف بشرتي هلا. لا، ما تستنوا لتوصل البشره لمراحل انه بس تكون عندي شغله اني اعملها. هذا ما بيمنع انه احنا كثير بنعمل للصبايا العرايس المقبلات على عرسهم قبل اسبوع 10 ايام من عرسها بنعملها، بعطي نتائج رائعه، بس دائما انا بفضل انه ما نستنى ليكون عندي مناسبه لاجي اعمل. اعتنوا بالبشره دائما مسبقا، هذا بيكون افضل لبشرتكم واحسن عشان نشوف نتائج اقوى واحسن على المدى الطويل.